ما زلنا في الإبداع والتميز أكيد، ولكن بننتقل إلى الجزء الأدبي وما يحمله من سحر وجمال. ضيفتنا اليوم سيدة من سيدات الإمارات فازت بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في عام 2013، قاربت على نهاية عقد من الإبداع القصصي والروائي. ضيفتنا هي الروائية مريم راشد خميس الزعابي، اللي بتحدثنا عن عالمها الروائي وكيف تناولت هموم الإنسان العربي وبماذا تهمس في إذن الطفل عبر قصصها. فأهلا وسهلا بك ويانا مريم الزعابي، نورتينا في الاستوديو. يا مرحبا وسهلا، وأنا سعيدة أني معاكم اليوم في الاستوديو، ويا مرحبا فيكم حبيبتي. بداية حدثينا، متى بدت رحلة مريم في الكتابة؟ في البداية رحلتي كانت طبعا كبداية أي كاتب أو كاتبة في الإمارات أو غير الإمارات، نبدأ من المدرسة منذ أن كنت طفلة صغيرة. طبعا كنت سعيدة جدا بقراءة القصص، قصص الأطفال. جميل. قراءة مجلة ماجد هذه اعتبرها إلى الآن بالنسبة لي شيء كبير، وبالنسبة لي هي رفيقتي يعني. فبدايتي كانت في المدرسة من حصص اللغة العربية. جميل. في التعبير الإنشائي بدأت في كتابة قصص بسيطة وقصيرة في التعبير الإنشائي، وبعد ذلك تطورت عندي هذه الموهبة إلى أن أصبحت يعني ما بعد المدرسة جاءت بعد الجامعة، بعد الجامعة حتى بديت يعني أمارس هاي الهواية إلى الحين الحمد لله صرت كاتبة. ما شاء الله عليك، يعني نقدر نقول هالشيء من الصغر كان، من الصغر وتطور. طيب مريم، شو هي الإصدارات في الرواية بعد عدد لك من الإصدارات في الروايات؟ اتجهتي لروايات وقصص الأطفال، شو تغير ببطاقة مريم؟ تغير كبير تعريفية. تغير كبير بالنسبة لي. شوفي، أنا بديت من البداية كانت رواية، اللي هي رواية بالأحمر فقط، هذه أعتبرها انطلاقتي في الأدب، في الأدب الروائي. بعد بالأحمر فقط حاولت أني أكتب شيء مختلف، أنه هو يعني ما استمر على الرواية فقط، ولكن إلى القصة القصيرة ولأدب الطفل. بعد الرواية، رواية بالأحمر فقط، جاءت مجموعة قصصية هي نقش حناء. بعد نقش حناء توقفت قليلا إلى أن أصدرت قصة ومجموعة قصصية للأطفال بعنوان دانا وقطرة المطر. هذه بالنسبة لي كانت تحدي كبير، إلى أن انتقلت أنا من الرواية إلى القصة إلى أدب الطفل. لما بديت أكتب في أدب الطفل، أو لما وضعت أساسية دانا وقطرة المطر، حسيت هناك صراع نفسي، أن أنا انتقلت من شيء كبير، من أدب الرواية إلى أدب إلى أدب الطفل. وأدب الطفل مثل ما إحنا متعارف عندنا ونحن نعرفه، أن أدب جدا يعني أنت كيف تتعامل معه، أدب يعني صعب قليلا. كيف أنت راح تتواصل مع الطفل هذا، كيف تدخل إلى نفسيته، كيف تتعامل مع الطفل من خلال كتاب. فهذه أدخلتني صراحة في صراع نفسي مع نفسي، ولكن في النهاية اتخذت القرار. كنت اتخذت القرار، وكنت متخوفة جدا من كتابة المجموعة، لكن قلت لازم أتحدى نفسي في البداية، وبعدين أتحدى الجميع. فكتبت المجموعة وطبعتها في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة في 2013. وكنت أيضا متخوفة جدا أن كيف راح المتلقي الطفل هذا، كيف راح يتلقى دانا وقطرة المطر، أو كيف راح يعني يقرأها، وكيف يكون صداها عنده. فاستانست يعني كثيرا لما رأيت الأطفال في ردات فعلهم في معرض الشارقة للكتاب، كانت الانطلاقة ووقعت لهم القصة. يعني حسيت أنه إحساس ثاني، أن أنا فعلا وصلت إلى قلب الطفل. كان جاءوني الأطفال، وقعت معهم القصة، أخذوها قرأوها. اليوم الثاني يعني وأنا داخل المعرض، ما شاء الله يعني الأطفال يقولون حق أمهم: ماما هذه مريم الزعابي دانا وقطرة المطر. هني أنا سعدت يعني، وكنت فخورة جدا أن أنا دخلت قلب الطفل وأثرت فيهم. وكانت يعني بالنسبة لي شيء جميل، إنجاز جميل. جميل. طيب كيف تنقلين فكرة عميقة، يعني فكرة عميقة بأسلوب بسيط للطفل؟ أنا حبيت أن يعني أبسط لهم القصة على قدر يعني عقولهم. دائما أخذ الفئة العمرية ما بين 7 إلى 12 سنة، لأن أحس أن هذه الأطفال هم اللي يحتاجون يعني تقرين لهم القصة، خاصة أن القصة تكون مصورة.
فيها شرح وفيها شرح وفيها يعني يوصف لك كل شيء في القصة. أكيد. فهذا شيء جميل يعني أن تكون مصورة وفي نفس الوقت تكون قصة هادفة. وهذا شيء رائع. مثل ما قلت لك أنا دخلت في صراعات مع النفس عشان أوصل لهم القصة هذه، وحاولت أني أبسط لهم إياها. يعني مثلا دانا وقطرة المطر تتكلم عن حدوث المطر، كيف يسقط المطر على العالم على الدنيا على الأرض. فشيء جميل أن هذه دانا كانت تنظر إلى زخات المطر، وخليت قطرة المطر هذه تتحدث مع دانا وتخبرها كيف هي جميل. تسقط من السماء. جميل جدا. فهذا شيء جميل أنه في حوار صار ما بين طفلة صغيرة عمرها سبع سنوات وما بين قطرة المطر. هني دخلت خيال الطفل، أن الطفل يتخيل كيف قطرة المطر هذه تتحدث معه. جميل. القصة الثانية كانت اسمها فتاة ثمرة القرع، وهي قصة من خراريف دولة الإمارات. يعني هي خروفة اللي من قصصنا المتعارف عليها من وحي الخيال، من وحي الخيال، من وحي خيالنا يعني خيالنا التراثي. وحبيت أني أنقلها للطفل، أني في نفس الوقت أحيي فيهم التراث، تراث الإمارات، وفي نفس الوقت أقولهم أن إحنا يعني في الإمارات عندنا قصص قيمة وقصص جميلة. فمن هذا المنطلق يعني. طيب نحن مريم في عصر التسارع، هل تشوفين خطاب الطفل تغير ولا صار نفس ما هو؟ لا طبعا تغير، بما ان احنا اليوم في عصر السرعه وعصر التسارع، وصار يعني الطفل ما يحب يقرا العبارات الطويله، يحب دائما يقرا الشيء البسيط وفي نفس الوقت ينظر الى الصوره. فهني تحسين ان الطفل يعني اذا احنا طولنا عليه القصه يمكن يمل منها، يشبع منها، يرميها. جميل. لكن بما ان احنا نقتصر الحوارات، نقتصر الجمل والعبارات الموجوده في القصه، هني نشوق الطفل اكثر. نخليه يشوف بعد صوره الشيء المكتوب، يعني العباره المكتوبه لازم مثل يشوف شو؟ الصوره مثلا ملامح الملامح اللي انت توجهينها ملامح الشخصيه. يعني مثلا قولي ان احنا عندنا بتكلم عن قصه نحله مثلا، لازم ارسم للنحله وكيف شكلها علشان يعرفها، يعرف هذه هي النحله وهذه اللي تتكلم وهذه حواراتها وعباراتها اللي موجوده في القصه. هني يحدث ما بين الطفل علاقه ما بينه وبين النحله هذه، يحبها. بعد ما يخلص القصه يحاول انه يرجع مره ثانيه يقرا القصه. ليش؟ لان صارت النحله خلاص راكزه في مخه. جميل. حتى اذا شافها يعني شاف النحله موجوده في الواقع على طول يتخيلها ويتذكر، يتبرمج ان هذه النحله هي اللي كانت موجوده في القصه هذه، وهي هذه يقدر يكلمها. هني احنا نشتغل على شو؟ على خيالات الطفل. وهذا شيء رائع ان احنا نخلي الطفل دائما مرتبط مع القصه. اكيد. طيب شو الخطوه المقبله بعد ادب الاطفال اللي اتجهتي له؟ بعد ادب الاطفال انا بعدني مستمره يعني ما بين ادب الاطفال والقصه القصيره والروايه. في السنة اللي طافت أصدرت مجموعة قصصية أيضا للأطفال. أنا عندي مجموعتين قصصيات اللي هي دانا وقطرة المطر. دانا وقطرة المطر ورائد الفضاء الصغير. رائد الفضاء. رائد الفضاء الصغير أطلقتها السنة اللي طافت في معرض الشارقة للكتاب، وكانت يعني بالنسبة لي شيء جميل أن أنا حدثت فيها الطفل. نشوف صور على الشاشة. بحياتنا هذه. بحياتنا اللي احنا جالسين نعيشها الان في دولة الامارات، ان انا توجهت الى الفضاء وهذا هو توجه المستقبل، وهذا شيء جميل ان انا اسلط الضوء على الفضاء وخاصة ازرع في قلب الطفل ان الفضاء هو لغة العصر، وهو ماذا؟ هو مهنة المستقبل. نعم. وهذا شيء جميل ان انا اغرس فيه حب الفضاء. فكانت بالنسبة لي يعني ايضا رائد الفضاء الصغير شيء بعد تحديت فيه النفس. أنا دائما بقصص الأطفال أتحدى في نفسي. ليش؟ لأن أحس أن أنا لازم أوصل للطفل هذا وأنقل له صورة الصورة الجميلة. في رائد الفضاء الصغير حبيت أن أنقل لهم أن يعني الفضاء هو المستقبل اللي إحنا سوف نعيشه. يعني ليس هو يعني اللي نعيشه اليوم، لكن هذا بالنسبة لهم هو مستقبلهم. أكيد. مستقبل الأطفال. يعني كيف أقول لك أنه سينطلقون مع الفضاء حتى يصلون يعني ما بعد يعني يوم بيكبرون يلاحظون أن خلاص أن هذا الفضاء هو مستقبلهم ويركزون عليه وينتقلون إليه. جميل. طيب ننتقل إلى الحديث عن النزيف اللي أنت
تكلمتي عنه، بداية من رواية الأحمر فقط وروايتك بأي ذنب قتلت. شو هي الزاوية اللي أنت تشوفينها هموم الإنسان العربي؟ في البداية بس أحب أقول أن أنا درست في جامعة الإمارات بتخصص التاريخ والآثار. هذا التخصص يعني كان له جزء كبير جدا بأني أنا أكتب عن تاريخ الوطن العربي وعن تاريخ الخليج وغيره والعالم أيضا. نعم. لذلك أنا من خلال رواياتي ومن خلال بالأحمر فقط وبأي ذنب قتلت حبيت أني أنقل التاريخ اللي إحنا عايشينه، التاريخ الحديث المعاصر. نعم. بالأحمر فقط هي كانت تتحدث عن فترة 1970 إلى 2003، هي تتكلم في بغداد. من 1970 إلى 2003 في سقوط بغداد، هذه كل التحولات اللي حدثت في رواية بالأحمر فقط. فهني حاولت أني أنا أربط الواقع دائما والتاريخ دائما مع الخيال أيضا، ومع اللي إحنا نشوفه من هموم البشر الموجودة في العراق وفي الوطن العربي ككل. بأي ذنب قتلت تتحدث عن القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين. صار الفترة الأخيرة إحنا ابتعدنا شوي عن القضية الفلسطينية، حاولت أني أرجع العالم أو أرجع الأفكار فكر الإنسان إلى القضية الفلسطينية نفسها. نعم. أن أتكلم فيها عن تاريخ اللاجئين وعن كيف يعني صارت فكرة التهجير من 48 إلى الآن. من خلال بأي ذنب قتلت ما تحدث فقط، اللي قرأها سوف ينظر بأن العالم أصبح الآن ماذا في صراع. وإحنا ما يعني من خلال هذه الرواية تكلمت صح عن القضية الفلسطينية، لكن تطرقت ما بعد ذلك إلى قضية اللاجئين بشكل كبير. فهني أنا أحاول أني أربط الناس دائما بتاريخنا، ودائما أسلط الضوء على التاريخ وعلى الآثار وعلى حياة الناس في الوطن والعالم العربي، فأنقل لهم صورتهم، صورة يعني الدول الأخرى، أنقلها إلى مجتمعنا هني علشان إحنا نشوف ونتعايش، وعلشان حتى القراء ما ينسون التاريخ، تاريخنا يعني تاريخنا. نعم. عريق. أكيد. وفي قصص شيقة وفي أشياء وايد جميلة. صح أنا تكلمت عن التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن في الروايات الثانية راح أتكلم عن التاريخ القديم، وهذا يعني أنا أعتبره شيء جميل وإنجاز جميل أني أنا أنقل دراستي إلى الروايات. جميل. وهذا شيء رائع، يعني في النهاية نشوف أن التاريخ هو عبارة عن روايات وقصص. أكيد. طيب مريم، لاحظت من خلال كتاباتك ورواياتك أنك أنت توثقين الأحداث، هل هالأحداث كانت حقيقية أم يعني أشياء من محي الخيال؟ لا، هي حقيقية، الأحداث حقيقية. يعني أنا مثلا أحط فكرة حدث تاريخي، هذا الحدث راح أتكلم عنه في هذه الرواية. مثل ما قلت لك تجربة بالأحمر فقط تكلمت فيها عن العراق وعن واقع العراق وشو اللي صار فيها. هني أنا أخذت الحدث التاريخي، من خلال الحدث التاريخي هذا وضعت الشخوص. نعم. الأبطال، أبطال القصة. ما بعد أبطال القصة وضعت المكان والزمان، بعد المكان والزمان حاولت أني أربط التاريخ مع الخيال ومع الواقع. نعم. فهذا شيء رائع أني أنا أنقل التاريخ وأربطه بالخيال يعني وبالواقع. يعني دمجت الواقع مع الخيال. دمجت الواقع مع الخيال، يعني الشخوص الموجودة في بالأحمر فقط أو بأي ذنب قتلت هي شخوص من وحي خيال الكاتب. نعم. أما الأحداث والمكان موجود على أرض الواقع، فهني صار فيها ربط ما بين الواقع وما بين الخيال. متى يتغلب الواقعي على الخيالي؟ يتغلب الواقع على الخيالي في لحظة في كتاباتك، في الكتابة، في لحظة الكتابة، وفي يعني عندما أضع الفكرة هني يتغلب الواقع. خلاص أنا حطيت الفكرة، هاي الفكرة واقعية، أحاول بقد ما أقدر أني أنقل حدث صح علشان المتلقي عندما يقرأ الرواية هذه يعني ما يقول أن هاي الرواية من وحي الخيال. لا، أنا أحس أنها حقيقية. حقيقية طبعا، لأن أنا جالسة أوثق تاريخ. بما أني أنا قاعدة أوثق تاريخ معناته أنه لازم أنقل أحداث تاريخية صحيحة. صحيح. إذا أنا وثقت اليوم تاريخ وأقول للناس أن أنا قاعدة أوثق تاريخ والأحداث الموجودة في الرواية خاطئة، ما موجودة أبدا في التاريخ، المتلقي هذا ما راح يصدق الكاتب شو راح يكتب. يقول أن الكاتب جالس يستخدم خيالات كثيرة، وهو قاعد يقول ان هاي الروايه تاريخيه او روايه يعني تتكلم عن الواقع، لكن في النهايه شو هو جالس يقرا خيال.
فهني لا، هني لازم أخلي الواقع أكثر من الخيال في الرواية. طيب لك تجارب غنية في كتابة المقال الساخر، شو هي الموضوعات الأكثر حضوراً؟ هذه فكرة المقالات الساخرة كانت كبدايات، يعني ما قبل الرواية. كان في جريدة تصدر في دولة الإمارات اسمها جريدة العالم، وكنت أصدر فيها هذه المقالات الساخرة. هذه كانت في 2006 أو 2007، والله ما أذكر سنة كم بالضبط. وكنت أكتب بعض المقالات الساخرة فيها صراحة. في يعني أنت تبين أقول لك مقال يعني يحضرني الحين؟ إيه إذا تذكرين. في مقال أتذكره، يعني هذا المقال يعني حتى وايد يعني أحسه حلو. المقال كتبته عن الأوفيس بوي اللي كان موجود عندنا في المؤسسة. هي اسمها، والله ما أذكر اسم المقالة، بس أذكر اسم الأوفيس بوي اسمه راجيش. أوكي. فتكلمت عن هذا راجيش بطريقة يعني جميلة. إن إحنا اليوم يعني مثلاً أدخل أنا المؤسسة، يعني من أنا ما يعني ما بقول لك المقال هو بالذات يعني نفسه، بس أقول لك أنا دخلت اليوم المؤسسة أبحث عن راجيش. راجيش هذا إن كلنا اللي في المؤسسة معتمدين عليه، هو اللي يصور الأوراق، هو اللي يطرش الفاكس، القهوة والشاي، هو اللي بالقهوة والشاي، هو يسوي لك كل شيء. فنعتبر إن هذا راجيش شو، إنه هو المدير اللي هو يالس يسوي لنا كل شيء ويلبي حاجة. وجوده مهم. وجوده مهم، يعني إذا راجيش هذا مش موجود خلاص إحنا ما نقدر نشتغل، ما نقدر نسوي شيء. فمن خلال هذا المقال يعني وثقت انه كيف يعني طريقتي انا ادخل المؤسسه، ابحث عنه، اعطيه الاوراق، اقول له راجيش صور لي هاي الاوراق، راجيش ابعث لي هاي الاوراق على الفاكس. حتى لدرجه انه يعني لو كم كنت اقدر اقول له تعال طرش ايميل بدالي. لهالدرجه؟ لهالدرجه. سوي لي قهوه، سوي لي شاي. ففي يوم من الايام انا دخلت وما شفته، وشفت كل زميلاتي زعلانات، اقول لهم وينه؟ هافر. كلهم ساكتين. اتصل فيه على موبايله، لقيت موبايله مغلق. فواحده من زميلاتي تقول لي خلاص خلاص لا تتصلين، راجيش اصلا سافر في اجازه والحين يتمتع في ربوع الهند. لازم تدورين راجيش ثاني. لازم ادور راجيش ثاني. فكتبت هذه الـ القصه البسيطه، يعني عباره عن مقاله بسيطه وساخره سميتها جميل. راجيش. فكانت طيب يعني جميل. مريم، شو نصيحتك اللي تقدمينها للكتاب او الروائيين في الامارات، سواء زملائك او الموهوبين اللي عندهم موهبه الكتابه؟ اول شيء بوجه نصيحتي للموهوبين. للموهوبين اقولهم قبل ما تكتبون او تحاولون، او انتم عندكم موهبه الكتابه، حاولوا انكم تقرون وايد، تقرون في الادب العالمي، تقرون في الادب العربي. جميل. تحاولون ان انتم كثر ما تقدرون تسلطون الضوء على القراءة، لأن القراءة مهمة للكاتب وللموهوب في نفس الوقت. يعني أنا ما أقول أن القراءة فقط للموهوب، ولكن حتى الكتاب أقولهم بعد القراءة مفيدة، وهذا شيء جميل. يعني هذه نصيحة أنا سمعتها في يوم من الأيام من كتاب أكبر مني ما شاء الله أدبياً وسناً. جميل. قالوا لي علشان أنت توصلين للقراء ويحبونك، حاولي أن تقرين وايد، لأن كل ما قرأتي كل ما كان نتاجك الأدبي أكثر، وكل ما كان عندك زخم كبير من الكلمات. نعم. وهذا شيء رائع. أما يعني نصيحتي اللي أنا أنصح فيها دائما حتى نفسي، علشان اللغة العربية تتقوى عندهم، أنصحهم بقراءة القرآن. هذا شيء رائع. يعني أنا في البداية علشان أقوي اللغة عندي دائما أحرص على قراءة القرآن. يعني حتى في مرات في مفردات وأنا أقرأ القرآن أحس إن مفردات أول مرة يعني أسمعها وأبحث عنها على طول شو معناتها. صحيح. فهذا شيء جميل، إنه إذا أنت موهوب، أنت كاتب، أنت يعني مبتدئ، حاول أنك من البداية أول شيء تقرأ القرآن وتفهمه، تفهم كلماته، بعدين تنتقل إلى قراءة الكتب في الأدب. جميل. وهذا شيء رائع، إنه أنت لازم تسلط يعني كل تركيزك على القراءة، لأن جميل. القراءة هي يعني المنقذ للإنسان في النهاية. أكيد أكيد. صراحة مريم وجودك شرفنا واستانسنا وياك، ونتمنى إن شاء الله نلتقي وياك في الحلقات القادمة. وأنا سعيدة صراحة فيكم، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. تسلمين. الله يحفظك.